everybody. Welcome to the third unit of the book, The Study of Language. The title of the unit is The Sounds of Language. As I promised earlier, and before we dive into today's unit, I'm going to explain the difference between phonetics, which we're going to deal with in this video, and phonology that we're going to see in the next one. The first major difference between phonetics and phonology is that phonetics is a general study of sounds, while phonology deals with a particular language. الفرق الأول ما بين phonetics والphonology هو أن الphonetics هي دراسة ديال الأصوات بشكل عام بغض النظر على اللغة اللي كينتميو ليها. الناس اللي قراو IPA International Phonetic Alphabet Spoken English راه ديجا تعرفوا على عدة رموز ديال الأصوات اللي كاينة في الإنجليزية، ولكن ماشي غير هادوك الرموز هما اللي كاينين، راه كاينين رموز ديال الأصوات أخرى اللي كيصدرها الإنسان واللي كتلقاها في لغة ولغة أخرى لا. أما الفونولوجي فراه كتهتم بدراسة الأصوات اللي في لغة واحدة، يعني الفونولوجي ديال الإنجليزية ماشي هو الفونولوجي ديال الفرنسية ولا ديال أي لغة أخرى. In phonetics meaning doesn't matter but in phonology it matters. في الفونيتكس المعنى ماشي مهم حيت كندرسو غير الأصوات، ولكن في الفونولوجي المعنى مهم حيت كيحدد الفرق بحال بي و بي في كلمة park و bark. Phonetics deals with three areas: articulatory, acoustic, and auditory phonetics. Articulatory phonetics, which is the study of how speech sounds are made or articulated. الفونيتكس كتدرس الأصوات من ناحية الإنتاج ديالها أو النطق. Acoustic phonetics, which deals with the physical properties of speech as sound waves in the air. الفونيتكس كذلك كتهتم بالموجات والترددات ديال الصوت. Auditory phonetics or perceptual phonetics which deals with the perception via the air of speech sounds. Auditory phonetics كتهتم بالسماع ديال الأصوات، بينما الفونولوجي كندرسو فيها الوحدات الصوتية phonemes، شدة stress، المقاطع الصوتية syllables، الإدغام elision إلى غير ذلك. In phonetics we use square brackets in transcription while in phonology we use slashes. كنستعملو المعقوفتين في الفونيتكس وكنخدمو بسلاشز في الفونولوجي. هاد المقدمة درتها غير باش نعرفو الفرق بين phonetics و phonology. غير كتوجيه قبل ما نبدأ في الدرس، الدرس فيه بزاف المعلومات والمصطلحات جداد، يعني الواحد يتفرج بشوية وياخد نوت ديالو، ولا الدرس بان لك طويل قسمه باش ما تلفش، وكل صوت سمعتيه حاول تردده وتشوف براسك فين كيخرج وكيفاش كيخرج واش كيكون اهتزاز ولا لا، باش تستوعب الدرس مزيان وبسهولة وما يبقاش داكشي غير نظري وكتحفظو نتا ما فهموش. حاجة أخرى، حنا كنشوفو هنا غير الأصوات، ما كيهموناش الحروف بتاتا. في الإنجليزية كاين 26 حرف، 21 consonant و5 vowels، ولكن فيها 44 صوت، 24 consonants و20 ديال vowels. هاد الشي غنشوفوه بالتفصيل إن شاء الله. دابا ندوزو نشوفو شنو اللي في الكتاب. معروف في اللغة الإنجليزية أن حرف واحد يقدر يعطي عدة أصوات، بحال إس كتنطق في كلمة stay إس، وكتنطق ش في كلمة sure، وكذلك صوت واحد نقدروا نحصلوا عليه بعدة حروف، بحال مثلا الصوت ديال ف في كلمة flat كنحصلوا عليه كذلك بدمج GH في
في كلمة laugh ولا ph في كلمة elephant. هاد الشيء كيخلق مشكل وهو أننا ما كنقدروش نقرأ الإنجليزية بشكل صحيح وخا عرفنا الحروف كاملين والأصوات ديالهم، لأن كل مرة كنلقاو كلمة كتنطق في شكل. وهاد الشيء علاش نشأوا الرموز ديال IPA واللي كينقسموا لزوج consonants و vowels. الفرق هو أن consonant sounds are mostly articulated via closure or obstruction in the vocal tract. consonants كنحبسوا مجرى الهواء، يعني ملي كنطقوا ث ولا ج ولا د ما خليناش الهواء يخرج على خاطره وكنحبسوه. اما في الفاولز كنخليو الهواء يخرج وما كنحبسوهش، بحال مثلا ا و اي. في هاد الفيجور اللي عندنا هنا كاين نازل كافيدي واللي هو تجويف الانفي، والاورال كافيدي ستا انا حيت هما ما داروهاش واللي هي تجويف الفموي. في التحت كاين لارينكس على اليمين اللي هو الحنجره واللي فيه البوكل كوردز او الحبال الصوتيه. فارينكس هو البلعوم، والتانغ هو اللسان، والفيولار ريدج هي البلاصه اللي مورا الاسنان العلويه مباشره. الباليت هي المنطقه ديال اعلى الفم قبل من الافيولار ريدج مباشره، والفيلم هي الجزء الخلفي من اعلى الفم، وكاين اليوفولا واللي هي اللهات. هاد الاجزاء ضروري تعرفوهم حيت هما باش كنعرفو مخارج الاصوات وفين كيتحبس مجرى الهواء مع كل صوت. غنبداو بالكونسونانس. اول حاجه when the vocal folds are spread apart the air from the lungs passes between them unimpeded. Sounds produced in this way are described as voiceless. Voiceless sounds هما الأصوات اللي كيتنتجو من الحبال الصوتية كيتوسعوا والهواء كيطلع من الرئتين وكيدوز بلا ما تحبسوا حتى حاجة. هادشي علاش ما كيكونش الاهتزاز في الحلق. إلا حطيتي يديك على حلقك ونطقتي ما كيكونش اهتزاز، وكذلك اذا هاد زوج اصوات كنقولوا عليهم voiceless. when the vocal folds are drawn together the air from the lungs repeatedly pushes them apart as it passes through creating a vibration effect. sounds produced in this way are described as voiced. voiced sounds هما الاصوات اللي كيجيو من الحبال الصوتيه كيتقلصوا والهواء كيحاول يدوز ما بيناتهم وكيدير اهتزاز في الحلق، بحال الصوت ف ز. هادو كنسميوهم voiced sounds. هذا هو المعيار الاول اللي كنوصفو به الكونسونانس. المعيار الثاني هو place of articulation. شنو كنقصدو بها؟ place of articulation هي البلاصه اللي وقع فيها حبس مجرى الهواء. الهواء هو طالع من الرئتين يقدر نحبسوه بالشفتين، بحال في الصوت ب ولا ب ولا م. هاد الاصوات اللي كنتجوهم بالشفتين كيتسموا بلابيلز. بلابيلز are sounds formed using both upper and lower lips. لابيودنتلز are sounds formed with the upper teeth and the lower lip. لابيودنتلز هما الحروف اللي كنتجوهم باستعمال الأسنان العلوية والشفة السفلى، مثلا صوت ف ولا ف. Dentals are sounds that are formed with the tongue tip behind the upper front teeth. Dentals هما الأصوات اللي كتنتج من طرف اللسان كيلامس الأسنان العلوية من الخلف، بحال ث في كلمة teeth والذ في كلمة there. Alveolars are sounds formed with the front part of the tongue on the alveolar ridge.
alveolars هي الأصوات اللي كتجي نتيجة ملامسة طرف اللسان للالفيولار ريدج، المنطقة اللي خلف الأسنان العلوية، بحال الأصوات التالية: ت د س ز ل ن ر. Palatals are sounds produced with the tongue and the palate. Palatals هما الأصوات اللي كيجيو نتيجة ملامسة اللسان والبالات اللي قبل الأفيولار ريدج، بحال ش تش ج ي. Velars are sounds produced with the back of the tongue against the volum. Velars هما الأصوات اللي كنجوهم للجزء الخلفي من اللسان كيلامس الفولم، اللي هي الجزء الخلفي من سقف الفم كما شفنا قبل في الصورة. مثال: ك ج. ملي هاد الفيلم كتهبط ما كتخليش الهواء يدوز للأورال كافيدي ولا التجويف الفموي، وكيضطر يدوز للتجويف الأنفي the nasal cavity، وكنحصلو على الصوت بحال في كلمة سين رين. آخر واحدة هي الglottals. There is one sound that is produced without the active use of the tongue and other parts of the mouth. It is the sound which occurs at the beginning of have and house for most speakers as the first sound in who and whose. صوت كيتسمى glottal نسبة للغلوتس، اللي هي الفتحة اللي كتكون بين الحبال الصوتية في الحنجرة، وهذا الصوت ه هو الوحيد اللي غلوتل. دابا ندوزو المعيار الثالث والأخير ديال الكونسونانتس، اللي هو manner of articulation، واللي كنقصدو به طريقة إنتاج الصوت. حنا شفنا place of articulation يعني مخارج الأصوات، دابا غنشوفو طريقة إنتاج الأصوات. عندنا عدة أنواع، غنبدأ بالأول اللي هو stops. Stops are sounds that are produced by some form of stopping of the air stream then letting it go abruptly. Stops هما الأصوات اللي كنجوهم اللي كنحبسوا الهواء وكنعاودوا نطلقوه دغيا، بحال في ب ب ت د ك، وكيتسموا كذلك plosives. النوع الثاني fricatives، when blocking the air stream and having the air push through the very narrow opening. As the air is pushed through, a type of friction is produced. Fricatives هما الأصوات اللي كيخرجوا اللي كنحبسوا مجرى الهواء وكيفلت لينا وكيخرج من أضيق فتحة القاها، بحال في الصوت ش ز ذ. كيوقع واحد الاهتزاز خفيف، داكشي علاش كيتسموا فريكاتيفز. Affricates when combining a brief stopping of the air stream with an obstructed release which causes some friction. الافريكيتس هما الاصوات اللي كنجوهم اللي كنحبسوا مجرى الهواء وكنطلقوه ولكن ماشي بشكل كامل، نقدر نستمر فيه حتى يسالي الهواء، بحال في ج ولا تش. هاد زوج الأصوات اللي كاينين ونقدر نستمر فيهم وكنقولوا ج ولا تش وكنحسوا باهتزاز، هادو هما الأفريكيتس. دابا nasals. When the volume is lowered and the air stream is allowed to flow out through the nose. هاد الأصوات كنجوهم ملي الفيلم كتهبط وكتحبس الهواء يدوز للتجويف الفموي وكيضطر يدوز للتجويف الأنفي، وكيعطينا أصوات بحال دابا ندوزو ليكويدز.
The L sound is called a literal liquid and is formed by letting the air stream flow around the sides of the tongue as the tip of the tongue makes contact with the middle of the alveolar ridge. The R sound is formed with the tongue tip raised and curled back near the alveolar ridge. Liquids عندنا فيها غير زوج الأصوات اللي كنتجوه ملي كنخليو مجرى الهواء في جناب اللسان وطرف اللسان كيلامس الالفيولار ريدج، وعندنا ر اللي فيه كنخليو اللسان على شكل ملعقة مقعر والطرف ديالو حدا الالفيولار ريدج ولكن ما كيلامسهاش. glides these sounds are typically produced with the tongue in motion or gliding to or from the position of a vowel and are sometimes called semi-vowels. The sounds U and E are described as glides. هاد الصوتين بزوج U و E كيتسموا semi-vowels حيت اللسان كيكون في وضع ديال vowels، وحركة اللسان مهمة في vowels اللي غادي نشوفهم دابا شوية. Glottal stops. The glottal stop, represented by the symbol, occurs when the space between the vocal folds, the glottis, is closed completely, very briefly, then released. ملي الغلوتس واللي هي الفتحة ديال الحبال الصوتية كتسد بالزربة وكتعود تحل كنحصلوا على هاد الصوت هاد الصوت كيتسمى glottal stop. Flaps. This sound is produced by the tongue tip tapping the alveolar ridge briefly. هذه بحال صوت د خفيفة دغيا طرف اللسان كيقيس الالفيولار ريدج وكيرجع بحال في كلمة ladder كنقولو ladder. الملخص ديال هاد الشي كامل اللي درنا كاين في هاد الجدول. في الفوق كاين places of articulation، في السطر تحت منه كاين V إلا حداها علامة ناقص يعني voiceless، وإلا حداها زائد يعني voiced، وعلى اليسر كاينين manners of articulation. دابا شنو كيتعطى لينا في الإكزام ولا في التمرين؟ مثلا كيتعطاك شي صوت وكيطلب منك توصفه phonetically. مثلا ك، انت كيخصك تحدد بعدا واش voiced ولا voiceless. عاد كدوز تشوف place of articulation ديالو كتكتبها وكتشوف تاني manner of articulation وكتكتبها وهانت ساليتي. دابا ك voiceless، velar حيت الجزء الخلفي ديال اللسان كيلامس الفيلم، و fricative حيت كنحبسو الهواء وكيفلت لينا شويه منه. دابا سالينا الشق الاول الخاص بالكونسوننتس، ندوزو للشق الثاني المتعلق بالفاولز. Vowel sounds are produced with relatively free flow of air. They are typically voiced. كما قلت في المقدمه ما كنحبسوش مجرى الهواء كنخليوه يخرج عادي. لاحظوا ان الفاولز كلهم voiced. To describe vowel sounds, we consider the way in which the tongue influences the shape through which the airflow must pass. To talk about a place of articulation, we think of the space inside the mouth as having a front versus a back and a high versus a low area. باش نوصفوهم كنشوفوا وضع اللسان في الفم، واش كيطلع ولا كيهبط، واش كيزيد لقدام ولا كيرجع للور. بحال في الصوت ديال اي في كلمة هيت، اللسان كيجي لقدام وكيطلع للفوق كنقولو هاي فرونت. في الصوت ديال ا في كلمة هات، اللسان كيهبط وكيرجع للور كنكتبو لو باك. هاد الجدول كيوضح لينا وضعية اللسان في حالة نطق كل فاول. الأصوات اللي الفوق كيكون فيها اللسان في الأعلى هاي،
بحال اي اي او او، واللي في التحت كيكون فيهم اللسان في الاسفل بحال ا ا، وكيكون في الوسط بحال ف اي، وفي شوى ا. انا هنا كنشرح للناس ديال سمستر 4 اللي من المفترض انهم عارفين هاد الرموز كاملين، اللي باقي عنده فيهم مشكل وما عارفش كل صوت الرمز ديالو ان شاء الله غنحاول لاحقا نقاد فيديو خاص بهم. من جهه اخرى عندنا الاصوات اللي وضعيه اللسان كيكون القدام بحال ف اي 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 او، وكيرجع اللور في الاصوات بحال او 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 او. دابا سالينا مع single vowels، ندوزو للديفثونز. Diphthongs are sounds that consist of a combination of two vowel sounds. بمعنى ملي كيكون عندنا زوج vowel sounds فدقة كنسميوهم diphthongs. هنا عندنا جميع الديفثونز اللي في الإنجليزية، كاين I as in high or by، كاين أو as in doubt cow، A as in bait, eight, great, late, say. عندنا O as in boat, hoe, throw. عندنا I بحال boy, noise. This was the complete lesson. I hope I successfully covered all its terms and items. Sorry for the long video and see you in the next one. Bye-bye.